وينضم إلينا لمزيد من التفاصيل من بيت لحم رائد الشريف مراسل الغد. رائد، أهلا ومرحبا بك. كيف تبدو الأوضاع في المدينة خصوصا عند المدخل الشمالي لبيت لحم بعد سقوط شهيد في هذه المدينة؟ نعم مهند، هدأت الأمور نوعا ما وعادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة بيت لحم بعد مواجهات اندلعت بعد أداء صلاة الجمعة في وسط الشارع عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم. وكان شاب فلسطيني استشهد وهو من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم. قوات الاحتلال ادعت أنه حاول تنفيذ عملية طعن لأحد جنود الاحتلال في منطقة غوش عطسيون جنوب المدينة، وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار عليه بكثافة، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده من قبل وزارة الصحة الفلسطينية. المواجهات اندلعت في جميع مدن الضفة الغربية تقريبا. في مدينة الخليل شهدت مواجهات عنيفة في منطقة باب الزاوية، وأطلقت القوات الإسرائيلية قوات الاحتلال الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالإضافة أيضا إلى القنابل الصوتية والغازية، مما أدى إلى إصابة حوالي 60 فلسطينيا، وهذا مجموع الإصابات تقريبا في مدن الضفة الغربية. قبل قليل وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت عن إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة الحوض والفخذ، نقل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله. وكان حاجز قلانديا شهد مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي الواقع بين مدينتي القدس ورام الله، وكذلك منطقة بيت إيل شمال مدينة البيرة شهدت مواجهات، وكانت القوات الخاصة أو ما تعرف بوحدة المستعربين قد دخلت بين المتظاهرين الفلسطينيين وتمكنت من اعتقال 4 شبان. في الخليل قوات الاحتلال نصبت كمينا للمتظاهرين الفلسطينيين، وكانت قد تراجعت إلى الحاجز في منطقة باب الزاوية. كان مجموعة من الجنود يختبئون في محال تجارية، مجرد توجه الفلسطينيين إلى منطقة باب الزاوية انقضوا عليهم جنود الاحتلال وقاموا باعتقالهم. إذا نادي الأسير يتحدث عن اعتقال أكثر من فلسطيني في هذه المواجهات التي اندلعت في مدن الضفة الغربية، ونتحدث عن إصابات بالرصاص الحي، وهذا التصعيد إسرائيلي واضح في جمعة الانتصار للمسجد الأقصى المبارك. شكرا لك على هذه المعلومات حتى هذه اللحظة رائد الشريف مراسل الغد من بيت لحم.